طيب زي ما حضراتكم عارفين عندنا السنه دي اهم حدث بارالمبي في العالم وهو دوره الالعاب البارالمبيه باريس 2024. هنتكلم طبعا عن الاستعدادات واستعدادات مصر ليها وباقي كمان البطولات اكيد المؤهله خلال الشهور القادمه مع ضيفنا العزيز جدا كابتن عماد رمضان امين صندوق اللجنه البارالمبيه المصريه. صباح الهنا يا كابتن. صباح الخير. نورنا يا فندم. صباح الخير يا فندم. كل سنه وحضرتك بخير. وحضرتك بخير ومصر كلها بخير. امين. وجود حضرتك معانا وعندنا ملف مهم جدا هنستغل وجود حضرتك بقى معانا وتشريفك لينا النهارده بان احنا نفتحه ونعرف من حضرتك كل تفاصيله. بس نستاذنك نبتدي بحضرتك شخصيا بشخصك. وحضرتك بطل بارالمبي سابق في كره الطايره جلوس وليك انجازات كبيره فيعني لو نقدر نختصرها كتمهيد كده فتح كلام مش اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يعني طبعا الواحد بيبقى محرج ان هو يتكلم في حاجات زي كده. لا يا فندم ده واقع حضرتك بتفر واقع وبتحكي لنا عن انجازات انت اللي حققتها. الحمد لله. انا كنت لاعب بارالمبي في منتخب مصر لكره الطايره من 86 85 كنت لعيب في منتخب مصر واعتزلت شاركت في كل الاحداث الرياضيه في وقتها. شاركت كلاعب وكمدرب في عده دورات بارالمبيه اربع دورات بارالمبيه من اثنين كلاعب واثنين ما بين اداري ومدرب ومدير فريق وحاليا انا عضو مجلس اداره وامين صندوق اللجنه البارالمبيه المصريه. يمتد نشاط البارالمبي ل 40 سنه ما شاء الله 40 سنه في الرياضه البارالمبيه فعاصرت كل الاجيال عاصرت انشاء اللجنه البارالمبيه نفسها عاصرت لما كانت اتحاد عاصرت يعني ايه كانوا خمسه سته بس اللي بيلعبوا رياضه وبعد كده وصلنا ل 10 او 12 الف بيلعبوا رياضه بارالمبيه. رصدت الحدث ان رصدت ازاي الرياضه بتحول المعاق او ذوي الاعاقه من شخص مش قادر حد يستغل امكانياته لواحد النهارده عضو فاعل في المجتمع. ده كل اللي اقدر اقوله يعني ده مش قليل ابدا. لا 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 عملت في مصر كنت عملت اول بطوله افريقيه للكره الطايره عملت اول فريق دخلت نشاط في الشركات عملت اول بطوله عربيه الحمد لله يعني ساهمت برضه بمجهود مع زمايلي كلهم عملت اول انشات اول اتحاد مصري بارالمبي متخصص لكره الطايره جلوس في 2019 في 2018 مع مجموعه من زمان من ذوي الاعاقه يعني كنت صاحب فكره ان المعاق لا 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 شيء بدوننا لا شيء يخصنا بدوننا يعني لازم المعاق يخش ويتفاعل والنهارده تتيح له الفرصه ان هو يشتغل ويدير لعبته ويدير نشاطه ويدير بيته ويدير يعني كل 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 اعماله. جميل. انا بقى هاخد من كلام حضرتك برضو لان انا وكريم مهتمين جدا بالملف ده. حضرتك قلت الموضوع كان متوقف زمان على خمس ست لعيبه بارالمبيين دلوقتي عندنا بالالاف. معلش الطفره دي والنقله النوعيه دي ممكن نتكلم عنها بالتفصيل اكتر. ايه سبب النقله دي وايه سبب التالق بتاع ابطالنا البارالمبيين وايه اللي حصل عشان نوصل دلوقتي ان احنا عندنا الاف واللي حصل اكتر كمان ان هم اللي بيجيبوا لنا الميداليات الاكتر في اي اولمبياد او بارالمبيكس اصلا عن الاولمبياد فيعني انتوا اصحاب الرصيد الاكبر فدي قصه نجاح حقيقيه. خلينا نعرف يعني سريعا مع حضرتك سببها. احنا تقريبا احنا عملنا 184 ميداليه اولمبيه في تاريخ مصر كله اللي امتد من سنه 72 سر النقله او سر الانجاز دوت او سر ان يبقى في النهارده متفوقين في المكان ده هي جينات والجينات دي امتدت لنا من حاجتين وهم اللي ساهموا في انشاء الرياضه البارالمبيه. اكتر مؤسستين منتظمين او فيهم نظام المؤسسه العسكريه والنادي الاهلي ودي الله جديدة. بقى ودي ايوه جديدة. بقى المؤسسه العسكريه احنا بدانا رياضه دي عارفينها يعني بتتكلم عن نفسها رياضه البارالمبيه بداها الفريق انور عبد اللطيف سنه 72 بقرار من سياده الرئيس الله يرحمه انور السادات وشاركنا في دوره هايدلبرج في المانيا في 72 باثنين او ثلاث لاعبين 76 النادي الاهلي والمؤسسه العسكريه ساهموا في تمويل البعثه المسافه دوره تورنتو اللي احنا حققنا فيها سبع ميداليات. وكان الموضوع يقتصر على المصابين العسكريين. المصابين العسكريين دول باصرارهم انضم لهم بعض المعاقين من ذوي الاعاقه المدنيين وابتدت الروح بقى تتنقل انا رجل مصاب حرب عندي اصرار عندي عزيمه عاوز احقق
ابتدت العزيمه دي تتنقل او الاصابه والتحدي والتحدي تتنقل من المصابين العسكريين للمدنيين العاديين. ابتدت بقى تمتد من اجيال لاجيال 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 لغايه لما وصلنا لهذا الكم. على ذكر العزيمه يا فندم، اي بطل رياضي في اي رياضه ايا كانت من ذوي القدرات الخاصه بطبيعه الحال عنده عزيمه وعنده صبر وعنده دأب وعنده قدره على مقاومه كل المعوقات الى اخره. وده مش بنتكلم فيه عن اللعيبه المصريين، بنتكلم على حتى مستوى العالم. يعني زي ما بيتقال بالبلدي كده، ربنا بيقطع من حته وبيوصل من حته. التفاصيل دي كلها موجوده عند اي بطل رياضي من ذوي القدرات الخاصه. ومع هذا البطل الرياضي من ذوي القدرات الخاصه المصري ليه خصوصيه شديده. ونواد كانت بتقول لحضرتك دايما يعني فعلا. شويه ان دايما بترجعوا محملين بالميداليات، ودي حاجه حقيقيه في الوقت اللي كان فيه بعثات اولمبيه مصريه دايما مزينه بترجع لنا تمثيل يعني مزينه بعباره التمثيل المشرف، بترجعوا حضراتكم محملين بالميداليات وبالانجازات. فايه اللي بيدي لاصحاب القدرات الخاصه المصريين من الرياضيين تحديدا الخصوصيه الشديده دي والاختلاف عن نظرائهم من دول العالم الثانيه؟ اقول لحضرتك، هو الفترات زمان كان هو البطل الحقيقي هم هؤلاء اللاعبين. النهارده اللاعبين دول او الناس ذوي الاعاقه من الرياضيين هم كان بيحكمهم حاجه واحده، هو عاوز يثبت نفسه في المجتمع، هو عاوز يقول للناس انا موجود، هو عاوز النهارده بيقصف قيوده كلها ويقول انا موجود في ان انا عاوز احقق حاجه. الحاجات دي كلها كلنا بلا استثناء كنا بنفكر نفسنا. انا فاكر في سنه من السنين انا جيت اختبارات النادي الاهلي وبعدين انا وزمايلي، وجيت عشان العب كوره وانا راجل معاق، انا مش حاسس ان انا معاق خالص. اللي زارع فيا ان انا مش معاق هي والدتي ووالدي. فانا وجيت وحضرت التدريبات وكان في الجزيره والمدربين سابوني العب، فهم شايفيني واحد بيلعب، فانا اعتقدت ان هم معجبين بطريقه لعبي يعني. وبعدين اكتشفت بعد كده ما اكتشفتش ان انا عندي اعاقه الا وانا عندي تقريبا في ثانويه عامه. وكنت بقول لزمايلي انا عاوز اخلص واخش كليه شرطه او كليه حربيه. وما كنتش متخيل خالص، فكانوا بيقولوا يمشي لغايه لما لعبت رياضه. بقى لما لعبت رياضه فهمت ان انا لابد اعرف امكانياتي. المعاق اللي بيلعب رياضه، الرياضه بالنسبه لنا هي بتخليك تحسسك انت امكانياتك ايه، انت تقدر تعمل ايه، انت واجهت نفسك بمشكلتك ايه. زي اللي عنده برد، زي اللي عنده مرض او اصابه بسيطه تمنعه من الحركه او هو عارف امكانياته بيتحرك على اساسها. الرياضه البطوله في رياضه ذوي الاعاقه هي ان هو ينزل يلعب وان هو ينزل يواجه المجتمع. ليس الميداليات، الميداليات بتيجي بالاجتهاد. المعاق بيجتهد وبيصابر وبيتمرن، ممكن يكون النهارده ما عندناش الماتيريال او العلم او اللي احنا نطور بيه رياضه المعاقين اللي احنا دلوقتي حاليا كلجنه ضريبيه بنعمله. بنعمل اتفاقيه مع جمعيات او جامعات خارجيه ونقابه المهنه الرياضيه، وعاوزين نعمل ماتيريال خاص بالرياضه البارالمبيه هنا في مصر. قبل كده كان بيعتمد على وما زال على اصرار وعزيمه الابطال. ده السر الاساسي في ده. زائد النهارده اهتمام سياده الرئيس. اهتمام سياده الرئيس بالرياضه البارالمبيه او بالمعاقين عامه. صحيح. بعد قانون ذوي الاعاقه اللي هو افضل انجاز اتعمل في العشر سنين اللي فاتوا، صدور قانون ذوي الاعاقه، وان هو اتاح لنا النهارده الفرصه ان احنا بتعبر عن نفسك. سواء القانون كان موجود ولكن كان في مواد لا تطبق، هي دي مشكلتنا، احنا عندنا مواد ولكن لا تطبق فعليا على الارض، يعني احنا درسنا ده، بس ايه اللي ضاف من مواد كانت في خدمه ذوي الاعاقه وفادتهم على المستوى بقى او على الارض؟ هو مش لا يطبق. هو انا اقول هو فعل الاتفاقيه الدوليه اللي مصر ماضيه عليها من سنه 2005. ما هو ده هو فعل اللي هي من 2000 وكام بقى؟ من 2005 وهو وحد المفهوم وموجود اسمهم ذوي الاعاقه. احنا قعدنا نمشي نقول، انا مش عاوز اقول لحضرتك يعني انا تم تعييني في احدى البنوك، ولما كنت فرحان بجواب التعيين وببص عليك اللي هو بعد ما رحت البيت وفرحان لقيت مكتوب عليه عجز مؤهلين. ده اللفظ ده كان بيستخدم زمان. مكتوب ايه يا فندم؟ عجز مؤهلين. عجزه. قرار تعيين عجزه مؤهلين. بعد ذلك اتشال الكلام ده طبعا والتعامل وكله هوت، وبعد كده وحدنا بقت ذوي اعاقه. احنا لسنا ذوي قدرات خاصه ولسنا ذوي همم ولسنا احنا انسان، يعني انا انسان عادي خالص
او المعاقه عامه الانسان هل لفظ اعاقه افضل من ذوي همم؟ ذوي الاعاقه هي الاتفاقيه الدوليه اللي اتفق عليها الناس كلها كمصطلح بالنسبه مصطلح لحضراتكم تشمل افضل تشمل الاعاقات الحركيه، الاعاقات الحسيه، الاعاقات الذهنيه. تمام. ما مش قدرات خاصه. انت هل من ضمن الحاجات اللي حضرتك لمست ان هي اتغيرت في الفتره الاخيره كمان النظره المجتمعيه لاصحاب القدرات الخاصه؟ الدليل ان في برامج حواريه بتيجي بتجيب ذوي الاعاقه بيظهروا وبيتكلموا، شال الخجل من ذوي الاعاقه ان هو يواجه الناس، وانتوا نفسكم ابتديتوا تحسوا الاعلاميين والمجتمع ابتدى يحس ان في ناس عامله حاجه، في طبعا. ناس متميزين، في ناس متفوقين، فابتدى الروح بقى في هات وخد، وبقينا النهارده بتعرف مشكلتي وانا بعرف اتكلم حتى اراك يعني زي ما بيقولوا. فهو الموضوع دوت اختلف. في مجال الرياضه سياده الوزير دكتور اشرف صبحي صح عمل مجهود غير عادي، الراجل ما بيبخلش علينا باي حاجه طبعا بتوجيهات من سياده الرئيس، وده بصراحه دي حاجه بقت حاجه كويسه جدا. الاعلام ابتدى يهتم بينا واهتم بينا باهتمام كبير شويه، طبعا ننتظر المزيد، احنا عندنا ابطال عالميين. انتوا تستحقوا المزيد بالفعل. عاوزين برضه نحط مبدا اجتهد اشتغل ليك حقوق وليك واجبات. مش عاوز طول الوقت النهارده انا بطل، لازم اجتهد. ده اللي احنا بنعمله كلجنه بارلمبيه مع لعيبتنا. طيب خلينا نتكلم عن الحقوق. تمام. وبعدين هنيجي للواجبات، والواجبات اللي هو الميداليات اللي هتترجم ميداليات في باريس ان شاء الله 2024. الحقوق هنا اكيد انا بتكلم في دخل رقم واحد، حاجه سالري كده حتى ولو كانت رمزيه، بتكلم في جايزه قيمتها قد ايه تحديدا سواء على المستوى العالمي او المحلي، بتكلم رقم ثلاثه في نقطه حضرتك ذكرتها وهي فكره ان هم باقل الامكانيات، لو انا قارنت نفسي بالعالم هم ما عندهمش تقريبا، نكاد نكون بلا امكانيات ولكن بروح بس وعزيمه. ايه الامكانيات اللي تنقصنا وتنقصنا ليه؟ وهل لحد دلوقتي الوزاره مع اهتمام سياده الرئيس مش قادره توفر الامكانيات دي لسبب ما، ولا احنا شغالين في البروسيس؟ يعني خلينا نفهم الرؤيه من حضرتك. هو دلوقتي احنا عارف هو سؤال صعب. لا مش صعب. طب الحمد لله اجابه موجوده يعني. طيب رائع جدا. لا هو النهارده الفتره اللي فاتت ديت احنا مجلس ادارتنا جاي من 2022 اول 2022 حطينا استراتيجي، والاستراتيجي ديت بنهتم بكذا حاجه، بنهتم بالمنظومه نفسها، بنهتم باللاعبين، بنهتم بالحكام، بنهتم بالمدربين. كويس. من ضمن اهتمامنا باللاعبين احنا من الوسط البارالمبي، او انا كنت لاعب زيهم وانا عارف مشاكلهم. صحيح. انا عارف النهارده مشكله اللاعب البارالمبي هي حاجتين، هي النهارده لما كان تدريب وده تغلبنا عليه وبقينا بنعمل معسكرات طويله، الحاجه الثانيه عندنا الناحيه الماديه، ما هو برضو اللاعبين بتوعنا دول هم الكبر، دول هم برضو اصحاب بيوت واصحاب ومحتاجين ليهم متطلبات واحتياجات، منهم المتزوج ومنهم الاب والام. ضاعفنا البدلات بتاعتهم، احنا كلجنه بارلمبيه ضاعفنا بدلاتهم وان شاء الله في طريقنا للمزيد ان شاء الله في الفتره اللي جايه. وفرنا لهم معسكرات الفترات دي كلها بالنسبه لفرقه في اثقال، العاب القوى، السباحه، كلها معسكرات داخليه. فعلا معسكرات داخليه ولا معسكرات خارجيه فعلا الفتره اللي فاتت دي. عملنا حاجه ما كانتش موجوده من 2012، ما كانتش موجوده، ما كانتش تتعمل، ما كانش عندنا ولا بطوله دوليه اتنظمت في مصر. عملنا دلوقتي بقت عندنا سلسله بطولات بتنظم، كاس العالم بقت مؤهله للبطولات العالميه والاولمبياد الفتره اللي فاتت دي كلها، عملنا اربع بطولات دوليه. ابتدينا نعمل حاجه ثانيه ان احنا بناهل ذوي الاعاقه، حطيناهم كلهم معظم اللاعبين المعتزلين اللي هو بننتقي منهم الناس بقى نحطهم جوه الاجهزه، وده حقهم. طب النهارده الخبرات الكبيره دي واحد بيلعب بقاله 40 سنه ازاي من النهارده ما يبقاش هو الاكثر جهاز. اصلا هو الاكثر، هو عارف، هو فاهم. فابتدينا نقول والله النهارده الاتاحه ليهم في اماكن التدريب بتاعتهم، الاتاحه ليهم مش مكانيه وبس، اتاحه ان انت تديهم فرصه ان هو يشتغل. فكل ده احنا بنعمله عشان احنا موجودين عشان خدمه اخواتنا واولادنا واللي احنا منهم. البدلات بعد مضاعفتها قربت شويه للمنطق. شوف هو السؤال على الاستحياء ده، احنا مش عايزين نسمع رقم يعني ولا ايه الدنيا؟ بما اني امين الصندوق، الابتسامه دي قالت الاجابه خلاص. بما اني امين الصندوق وبما اني من ذوي الاعاقه نفسهم، انا بقول لحضرتك ان شاء الله بنعمل للمزيد. احنا بنحس الناس ان هم عاوزين شركات رعايه كتير، انت عارف الرياضه مكلفه. احنا عاوزين النهارده كل ما يجي لنا دخل اكبر، كل ما ان شاء الله هنزود لعبتنا. ولكن انا بقول لحضرتك منين ما بنطلب اي مبالغ بتجي لنا من الوزاره. هي مصادر الدخل فقط وزاره الشباب والرياضه؟ لا، ورعايه. يعني
والرعاية. والرعاية. الرعاية ده اللي هي بتبقى جاية في شكل دونيشنز ولا شكل ايه؟ هي بتجينا من بعض الشركات ولا ليهم حقوق عندنا، بيظهروا عندنا في البطولات أوكي. وبيظهروا في كسبونسرشيب وحاجات حاجات زي كده. فدي حاجات زي في بعض برضه اللي هي حاجات بتيجي سي اس ار كده هوت للاعبين يعني. تمام. طب احنا دلوقتي يعني يتقال علينا على مشارف الدورة البارالمبية الجديدة باريس 2024، حضراتكم في اللجنة بتستعدوا ازاي بقى لهذا الحدث الضخم؟ عندنا معسكرات قائمة، عندنا بطولات بنشارك بيها الفترات اللي فاتت ديت سواء جوه مصر او بابا مصر. الفترة اللي جاية ان شاء الله من بعد ان شاء الله اخر محطة تأهيل اللي هي التأهيل اللي انت تبقى عارف كام لاعب تأهل من شهر ثلاثة او تقريبا في اخر ثلاثة تبقى عارف بالظبط انت عارف كام لاعب تأهل بالظبط. واحنا بالمناسبة لغاية دلوقتي يعني عارف حضرتك بتقول لسه في شوية وقت بس حتى اللحظة في كام لاعب مؤهلين؟ هو المتوقع لغاية دلوقتي هتبقى اكبر بعثة بارالمبية حوالي 120 فرد الفترة اللي جاية ان شاء الله. مقارنة بآخر نسخة؟ بآخر حاجة كانت حوالي 50 لعيب 60 لعيب. طب رائع جدا. فعندنا العاب جماعيه تاهلت، عندنا العاب فرديه ان شاء الله في رفع الاثقال وفي العاب القوى والسباحه والتجديف والتايكوندو، ده اللي عامل النشاط كويس جدا. اكثر رياضات بقى من حضرتك تفضلت بذكرهم دول يعني ايه ميدالياتهم محسومه الى حد كبير؟ ميداليات ان شاء الله بنسبه كبيره، رفع الاثقال ان شاء الله نتوقع ميداليات، ميداليات كويسه دايما كده لان هم محققين تقريبا 48% من الميداليات البارالمبيه اللي اتحققت، 48% من هذه الميداليات من فوق ال 90 ميداليه. عندنا تايكوندو ان شاء الله متوقع له، عندنا ان شاء الله نتوقع حاجه في العاب القوى، نتوقع ان شاء الله حاجه في تنس الطاوله. حماتو هيبقى مشارك ولا لا؟ حماتو ده اسطوره، اسطوره الحقيقه والله فعلا. ده حماتو دوت ان شاء الله هيبقى موجود ان شاء الله، وهو الراجل بيطلب بالاسم مش لمصر بس، تسويق الدورات البارالمبيه اصل بقى ايقونه، مش مجرد لاعب استثنائي، ده ايقونه. ده هو بيطلب بالاسم يعني. انا كان ليا الشرف ان انا يمكن يشهد على ذلك الدكتور علاء منشف، انا اللي جبت له الفيديو بتاعه، قلت له في واحد عندنا كده، فخده وكان نائب رئيس الاتحاد الدولي ساعتها وعرضوا على رئيس الاتحاد الدولي، والراجل في الاتحاد الدولي الاسوياء وخدوه بقى هو ايقونه وابتدوا وكمل خلال النادي الاهلي برضه يعني. انا فاكر اللقاء ده عرضنا بتاع جوه النادي الاهلي ده الكلام ده سنه 2012 او 13 حاجه زي كده. لا هو لاعب فعلا زي ما حضرتك قلت اسطوره، واعتقد لازم يتم تكريمه كمان بشكل كبير جدا في الفترات اللي جايه، لان فعلا حاجه العالم كله كان بي 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 بيستمتع وهو بيشاهدها يعني. انا فاكره الصحافه الاجنبيه قد ايه وهو كان بيلعب في الفينال، كان الناس كلها متابعه يعني، ومثل بتالي برضو طلع في كام مشهد بعد كده في افلام. لا هو بجد لازم نفتخر بيه يعني، يا ريت لو معانا صوره ليه برضو الناس تشوفه يعني. حماته لا ما شاء الله، انا ما شفتش اعتقدش في نموذج كده كابتن عماد في العالم. عندنا حماته ده لا في بره، بس حماته هو يعني اقول هو مواصفات واصرار وتحدي واحد في العالم كله زي حماته مفيش. طب لان شفت بلاد كتير وشفت نماذج زيه كتير، بس مش زيه، هو بيعمل كل حاجه لنفسه وحماسي جدا. انا فاكره لما كان معانا على التليفون تقريبا من 3 سنين او سنتين ونص، كان بيتكلم اللي هو سعيد جدا وعنده امل كبير جدا ولسه عنده طموحات كبيره. هو سنه كام تقريبا؟ فوق 50 ما شاء الله. بس ما شاء الله ربنا يوفقه فعلا يعني، بس حاجه ما شاء الله. انا فخور ان انا ليه عندنا ناس رفع اثقال جامدين جدا. عندنا الاسطوره فاطمه عمر، عندنا فاطمه برضو كلمناها قبل كده، عندنا رحاب الجيل الجديد، عندنا فاطمه محروس، عندنا ناديه فكري، عندنا هاني عبد الهادي، عندنا نماذج كلها مشرفه طبعا، نماذج كلها كبيره يعني. ما انتوا عاملين عظمه يعني، كلمه يعني بليغه قوي في حقكم يعني. انتوا فعلا عاملين عظمه، بتمنى لكم المزيد منها والمزيد من النجاحات ان شاء الله، وموفقين في البارالمبياد اللي جايه. وبنشكرك على وجودك معانا النهارده، واتمنى النادي الاهلي زي ما هو ساهم في اول تمويل للرياضه البارالمبيه، اتمنى ان انتوا تبقوا معانا كلوز قوي بقى الفتره اللي جايه في استعداداتنا ان شاء الله نفرحكم ونفرح مصر ان شاء الله. نورتنا كابتن عماد بالتوفيق، واكيد هنتابع مع حضراتكم كمان الملف ده في الفترات القادمه. هنروح فاصل ونرجع عشان نتكلم بقى على الملف كره القدم والمنتخب اكيد. خليكم معانا.